لا انا ما سمعتش الا من كنت، انا اه اول مره ما كنتش اعرف اه يعني. امبارح وانا بنوزع ميداليات في وسط الميداليات بوزعها، لقيت ديت في وسط الميداليات التانيه، اه فاخدتها على اساس ان انا اسلمها لحد من بتوع نادي الزمالك يكون ما خدهاش. اه فقد كان مسؤول في نادي الزمالك، خدتها وحطيتها في جيبي فعلا على اساس ان انا اسلمها لنادي الزمالك اشوف مين الناقص، لان انا لقيتها بتاعت الزمالك. شفت اه اه انا كنا بنسلم من نادي ثاني ساعتها اه اللي هو نسبه، سبورتنج اللي مش صاحب عارف المركز ولا الاول. كنا بن يعني سبورتنج مش فاكر كان بيساعد مين بصراحه، انما ساعتها وده لقيتها في وسطهم. بس الناس بتقول انه حضرتك خدتها بشكل يعني لا انا بان في الفيديو ان هو ايوه حضرتك بتاخد حاجه لا وتحطها في جيبك لا يعني. لا لا تفجيب، انا وانا راجل مسؤول يعني، انا بتكلم على اساس انها في وسط الميداليات التانيه، فلقيتها مختلفه في اللون بتاعت الزمالك، فقلت اخدها على اساس ان انا اسلمها لحد في نادي الزمالك. طيب حضرتك كنت قلت لنا الصبح ولما كلمت حضرتك من حوالي ساعتين قلت لي انه لا كان لا ما انا ما رئيس الاتحاد. لا لا ما اتكلمنا احنا ان اتكلمنا مع سيادة الدكتور المهندس محمد الامين لا رئيس الاتحاد. لا ما لا احنا هنكلم بلاش الدكتور نبيل خشبة. انت بتعملها هوا ولا ايه؟ الو، اتفضل. ازيك يا نبيل بيه؟ احنا معانا طبعا الاستاذ نبيل خشبه، عضو امين صندوق اتحاد كره اليد، واحنا في لايف مع اللي هو مصطفى هدهود نائب رئيس نادي الزمالك، وما اثير بازمه بالامس. كنا حابين شهاده حضرتك على تلك الواقعه يا كابتن. اولا بدايه حابب اقول لحضرتك احنا كل الميداليات دي هي ميداليات رمزيه وليست كقيمه ماليه، هي قيمه رمزيه. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية إن كل الأندية اللي حصلت على ميداليات تسلمت ميدالياتها، ومفيش نادي ما أخدش ميدالياته. تمام. من الوارد جدا الميدالية دي اللي مع مصطفى بيه هو حد من لعيبة الزمالك ما استلمش، أو الإداريين، فمصطفى بيه خد الميدالية عشان يوصلها له. تمام. يعني لكن مفيش نادي مثلا ما أخدش ميدالياته، او مفيش حد اشتكى ان هو عنده ميداليه ما خدهاش. تمام يا فندم. احنا برضو شهاده حضرتك يا كابتن نبيل دي شهاده مهمه كامين صندوق اتحاد كره اليد، وكان المسؤول عن العمليات التنظيميه لمباراه الامس، فكانت شهاده حضرتك مهمه، واللي هو مصطفى بيسمع حضرتك يا فندم هو دلوقتي، وهو برضو كان قال نفس الروايه. واحنا هنا دورنا كاعلام ان احنا نحاول نظهر الحقيقه للراي العام، وليس من اجل ان احنا نهيج الراي العام او نشتغل على الترند او كده. مع تقديري الكامل لمصطفى بيه عدود، راجل سمعته واسمه وتاريخه، يعني ما خليناش نحط ابدا ان احنا ممكن نوجه اي شك لمصطفى بيه. تمام يا كابتن. التقدير والاحترام ولكل القامات الرياضيه المحترمه في مصر. يا كابتن سياده اللي هو مصطفى، ترد ايه على كابتن نبيل معانا؟ انا بحترمه يعني، وده اللي حصل فعلا يعني، ما حصلش اكتر من كده يعني. ده انت شايف الميداليه شكلها ايه؟ تمام. ما هو انا واخدها على اساس ان انا لقيتها زياده، فعلى اساس اسلمها لنادي الزمالك فقط لا غير يعني. تمام. شكرا يا كابتن نبيل، كتر خير حضرتك. شكرا يا فندم. اولا رقم واحد، الزمالك خد المركز الثاني فيستحق الميداليه الفضيه، فدي ميداليه فضيه تؤكد انها لنادي الزمالك، رقم واحد. وبعدين الميداليه ليس لها اي قيمه. رقم اثنين، كما قال معنا كابتن خشبه، عيب يعني قال ان الميداليه ليس ليها اي عائد مادي وليس لها اي قيمه ماديه. واحنا عايزين نسمع من حضرتك تفسير حضرتك، لانه اللي اثار الامر مجموعه من الفيديوهات ثم بيان المستشار مرتضى منصور، فهو ده اللي عمل الربكه. لا لا يعني، فعايزين نعرف من حضرتك تحليلك الشخصي ايه. هي كانت في وسط الميداليات الثانيه مختلفه، فانا حطيتها في جيبي. طب ما انا عارف ان كل الناس موجوده، انا بعمل بس. ايوه، مش فيش حاجه في الدنيا. انا فاهم. لو في حاجه غلط ما كنتش خدتها. وبعدين واخدها كان راجل مسؤول في النادي على اساس ان انا هسلمها للنادي، اعمل بيها ايه دي؟ الموضوع واخد بروباجندا اكتر من اللازم، وحاجه هايفه جدا يعني. يعني انا كراجل مسؤول لقيت ميداليه مش بتاعت الناس وبتاعت النادي، خدتها على اساس ان هسلمها للنادي فقط لا غير، وما كانش في حد موجود في النادي الا انا يعني. مفيش حد تاني كان معانا في اثناء التسليم اللي انا اللي واقف.